السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بحضراتكم معانا في باست أكاديمي، وهنبدأ إن شاء الله نشوف مع بعض حل امتحان الميد تيرم لسنة 2021-22 الخاص بمادة الأكاونتنج 201. بحضراتكم كالعادة البروف شتا من باست أكاديمي. شوف كده مع بعض يلا جزء الأسئلة اللي كان موجود عندنا. أول سؤال موجود عندنا بيقول The organization that issues statement of financial accounting standards، إيه هو اسم المنظمة اللي بتصدر عندنا معايير المحاسبة المالية؟ احنا كنا قلنا يا جماعة في عندنا نوعين من المنظمات، في عندنا منظمة بتصدر معايير المحاسبة المالية اللي بيتم استخدامها في امريكا، وكانت المعايير دي اسمها ايه؟ الجاب. واللي كان بيصدر معايير المحاسبة الامريكية هي مين؟ مؤسسة امريكية اسمها الفازب، Financial Accounting Standard Board، مجلس معايير المحاسبة المالية. لكن لو انا بتكلم بقى عن اصدار المعايير على مستوى العالم، فانا عندي معايير اسمها ايه؟ IFRS، اسمها International Financial Reporting Standard. والانترناشنال فاينانشال ريبورتنج ستاندرد ده عباره عن معايير محاسبه دوليه اللي بيصدرها عندي جهه دوليه اسمها الانترناشنال اكاونتنج ستاندرد بورد، مجلس معايير المحاسبه الدوليه. هو هنا بقى بيتكلم عن مين؟ هو هنا بيتكلم عن معايير المحاسبة المالية اللي بيتم استخدامها في أمريكا، فهقول له إن المنظمة اللي بتصدر معايير المحاسبة المالية في أمريكا اللي هي مين؟ اللي هي الفازب. تمام. السؤال اللي جاي بعد كده بيقول Companies assess their receivable for impairment each reporting period، يعني المفروض كل شركة من الشركات بتيجي في نهاية كل فترة محاسبية وبتيجي في نهاية كل مدة محاسبية وبتبدأ إن هي تقيم الريسيفبلز بتاعتها، وبتبدأ إن هي تشوف إذا كان الفلوس اللي لها بره عند العملاء هتقدر تجمعها ولا لا. فبيقول لي the following are possible loss event except، يعني بيقول لي اللي جاي ده ممكن تكون عبارة عن أحداث تسبب خسائر للشركة في الرسالة بتاعتها معاد. أول حاجة significant financial problem of the customer، بمعنى حدوث أزمة مالية للعميل. طبيعي جدا لو أنا ليا فلوس عند عميل والعميل ده حصل له أزمة مالية، حصل له مشكلة مالية، فده هيترتب عليه إن أنا مش هقدر أجمع فلوسه منه، فده هيؤدي إلى وجود إيه؟ ده هيؤدي إلى وجود خسارة. طب أنا بدور على الأحداث اللي بتؤدي إلى وجود خسارة ولا اللي لا تؤدي إلى وجود خسارة؟ قال لي لأ، الأحداث اللي لا تؤدي إلى وجود خسارة. تمام؟ طيب نيجي بعد كده بقى عندنا لنقطة مهمة جدا، يبقى كده الموضوع ده بيؤدي إلى إيه؟ إلى وجود خسارة زي ما احنا اتفقنا. طب نيجي للنقطة التانية ألا وهي regeneration of terms of receivable due to financial difficulty of the customer، بمعنى إن في خلافات على الشروط بتاعة دفع الريسيفبل، وده ممكن يؤدي إلى وجود أزمة مالية للعميل. طبعا هقول له تمام، ده فعلا ممكن يؤدي إلى وجود أزمة مالية للعميل. طب ده لو أدى إلى وجود أزمة مالية للعميل يا جماعة، ما ده هيخسرني أنا كشركة ومش هقدر أجيب فلوسي. بعد كده payment default، إن العميل متعسر ومش قادر إن هو يدفع مبالغ مالية. يبقى أنا كده عندي الثلاث حاجات دول يؤدي إلى وجود خسارة وإن أنا مش هعرف أجيب فلوسي. يبقى إذن الحاجة الوحيدة اللي مش هتخلي إن في خسارة تحصل زيادة الكاش فلو، ومعنى زيادة الكاش فلو ده معناه إن أنا هقدر أعمل collection، وده معناه إن أنا هقدر أجمع فلوس منين؟ من العميل، وده معناه إن أنا هقدر أجيب فلوس من العميل زي ما احنا اتفقنا. يبقى إذن التلاتة دول يخلوني أخسر فلوسي وما أجيبهاش، لكن الرابعة دي تخليني أقدر أجيب فلوسي عادي جدا. السؤال اللي جاي بعد كده بيقول لي كرونولوجيكال اوردر. اول ما اشوف كلمه كرونولوجيكال اوردر ده اعرف ان هو بيتكلم عن ايه؟ عن ترتيب زمني. وكلمه ترتيب زمني هنا معناها يا جماعه، معناها ان احنا لما بنيجي نسجل بنسجل كل حاجه على حسب ترتيبها الزمني، اللي حصل يوم السبت يتسجل يوم السبت، اللي حصل يوم الاحد يتسجل يوم الاحد، وهكذا. الدفتر المحاسبي اللي انا بستخدمه عشان اسجل فيه الصفقات بترتيبها الزمني ده بنسميه كده عندنا ايه؟ جورنال، بنقول عليه دفتر اليوميه، بنسميه كده عندنا ايه؟ جورنال او دفتر اليوميه. خد بال حضرتك كده معايا، انا عندي دفتر تاني اسمه ايه؟ ليدجر، ده ما بمشيش بيه بترتيب زمني، ده انا بعمل له بوستنج وبعمل فيه حسابات. تمام؟ فبتبقى الحسابات هنا متصنفه، لكن اللي بيهتم بالترتيب الزمني بتاع الترانزاكشن اللي هو مين؟ اللي هو الجورنال.
السؤال اللي جاي بعد كده بيقول لي A former promissory note has the following feature except. طبعا زي ما حضراتكم عارفين لما الشركة بتاعتنا بتتعامل on account سواء بتشتري من عميل او بتشتري من سبلاير او بتبيع لعميل، ممكن في حالة التعاملات on account ناخد على بعض كمبيالات وناخد على بعض ورق. اي كمبيالة موجودة عندنا بنسميها كده عندنا ايه؟ notes. لو انا اللي كنت بايع البضاعة وليا فلوس فاسمها النوت ريسيفبل، لكن لو انا اللي شاري البضاعة على الحساب وعليا فلوس فدي اسمها ايه؟ نوتس بيبل. تمام؟ فالمهم اي كمبيالة سواء الكمبيالة ديت ليا او عليا ليها مجموعة من الخصائص ما عدا ايه؟ اول حاجة ها انا بدور هنا على ايه؟ على اللي خاصية ولا مش خاصية؟ لا، انا بدور على الحاجة اللي مش من ضمن الخصائص بتاعتها. اول حاجة نيجوشيبل انسترومنت. يعني ايه نيجوشيبل انسترومنت يا جماعة؟ يعني الكمبيالة ده انا اقدر استخدمها وارهنها عند حد مثلا، اروح ابيعها للبنك ويديني فلوسي، اتفاوض بها مع عميل واخدها كضمان لقرض انا عايز اخده، فدي خاصية. It is an oral promise، مستحيل ده هو مكتوب هنا ايه؟ نوت. عمر ما النوت تبقى اورال، عمرها ما تكون شفوي، لازم النوت عندنا تكون ايه؟ written، مكتوبة. وبالتالي الاورال برومايز ده ما يعتبرش عندنا من ضمن خصائص النوتس. زي ما احنا قلنا ميكر ساين ان فيفر اوف ابي، دايما بتدي اولويه او اللي بيمضى عليها اللي هو الشخص اللي او بمعنى اصح ميكر ساينز الشخص اللي عملها بيمضى عليها عشان يدفع بيها فلوس للشخص التاني اللي هو واخد منه بضاعه او مديون له. طبعا interest bearing has a stated rate of interest، طبعا بيكون موجود عليها سعر فايدة. فانا عند النقطة الاولى والتالتة والرابعة دي كلها من ضمن الكاركترستكس اللي موجودة عندنا، لكن الوحيدة اللي مش ضمن الكاركترستكس ان هي تكون بشكل ايه؟ بشكل اورال. السؤال اللي جاي بعد كده بقول لي ايه هو الفرض المحاسبي اللي بيقول ان الشركة keep its activity separate. بص يا شباب انا عندي هنا two keyword، هما الكلمتين دول اللي حلول الدنيا. ايه هما الكلمتين دول؟ keep separate. كيب سيبرت معنى ان انا بعمل سيبرت للترانزاكشنز بتاعتي والحسابات بتاعتي. يبقى اذا في الحاله ديت مين المبدا المحاسبي او الفرض المحاسبي اللي احنا بنستخدمه؟ الايكونوميك انتيتي. تقسمش، لان فرض الايكونوميك انتيتي او فرض الوحده المحاسبيه كان بيقول ايه؟ المفروض الاونر صاحب البيزنس او صاحب الشركه لما بيجي يعمل حساباته يفصل ما بين المشاريع المختلفه، والمفروض لو هو عنده اكتر من مشروع ولو هو عنده اكتر من بيزنس المفروض ان هو يفصل ما بينهم. تمام كده يا جماعه؟ حاجه تانية لازم يفصل برضو ما بين حساباته الشخصيه ممتلكاته الشخصيه وديونه الشخصيه برضو حسابات مين؟ الشركه. فالفرد اللي بيهتم بقضيه الفصل بين الحسابات ده اللي هو الايكونوميك انتيتي. السؤال اللي جاي بعد كده بيقول لي لطيف كوربوريشن ريبورتد نت انكم، عندي شركه اسمها كامباني ال حققت خلال السنه صافي مكسب ب 750 الف ريال، واعلنت ان هي هتدفع توزيعات ارباح ب 50 الف، وخلال السنه كان الويتد افريج اوردينري شيرز يوزنج ب 140. بيقول لي يبقى الايرننج بير شير عندنا بيساوي كام؟ طبعا انا هنا لازم اكون عارف القانون بتاعي. طب الايرننج بير شير هنا انا عشان اجيبه بعمل ايه؟ باخد قيمة النت انكم بتاع الشركة اللي هي حققته، وبطرح منه مقدار الديفيدنز توزيعات الأرباح اللي توزعت على البريفيرد ستوك، وبقسمها على عدد الويتد افريج للأوتستاندينج كومن ستوك. طب لو جينا نطبق أنت القانون ده كده، الشركة عاملة عندها نت انكم بكام؟ 750 ناقص ديفيدنز توزيعات الأرباح اللي هي عندنا 50. الكلام ده كله مقسوم على مين؟ على الاوت ستاندنج او الويتد افريج اللي هي 140 الف سهم. وبالتالي انا لو جيت اعمل ده على الاله الحاسبه بتاعتي هقول ادي 750 ناقص 50 تساوي 700 الف، هاخد ال 700 الف اقسمها على عدد الاوت ستاندنج ستوكس اللي هم 140 الف سهم، يطلع ان ربحيه السهم الواحد بتساوي كام؟ 5. انا عايزك تاخد بالك هنا من حاجه مهمه جدا، ان هو لما بيسالني على الايرننج بير شير هو بيسالني عن الايرننج بير شير بتاع مين يا جماعه؟ ها، بيسالني عن ايرننج بير شير بتاع مين؟ بتاع الكومن ستوك مش بتاع البريفيرد ستوك. عشان كده انا بحدد النت انكم المتاح للكومن ستوك بعد ما شلنا منه الديفيدنس بتاعت البريفيرد. السؤال اللي جاي بعد كده بيقول لي اسيوم ذات ا كامباني هاز نوتس ريسيفبل، هنفترض ان الشركه بتاعتنا عندها كمبياله والكمبياله قيمتها بتساوي كام؟ 750، لكن الكارينج اماونت بتاعتها بتساوي 560.
الشركه جت يوم 31/12/2021 وهتستخدم الفير فاليو اوبشن عشان تقيم الريسيفبل ده. بقول لي ايه الادجاستنج انت اللي احنا هنعمله؟ مبدئيا يا جماعه لما اجي اقول لك ان انا هستخدم الفير فاليو اوبشن ده معناه ان انا هقيم قيمه الكمبياله اللي موجوده معايا بناء على سعر السوق. طب واحده واحده، هي الكمبياله ديت قيمتها دلوقتي انا مسجلها في الدفاتر على كام؟ على 560. طيب هي النهارده سعرها في السوق بيساوي كام؟ 750. طب سؤال، هو انا عاوز ارحل مين لمين؟ انا عايز اخلي الكارينج فاليو تبقى زي الفير فاليو. طيب الكارينج فاليو ب 560 بس هي النهارده سعرها في السوق عامل كام؟ 150. يبقى لو انا عاوز ازود الكارينج فاليو واخليها زي الفير فاليو يبقى انا كده محتاج ازود ال 560 بكام عشان اخليهم ب 750. هنطرح الرقمين من بعض يطلع عندي بيساوي 190. سؤال بقى مهم جدا، ال 190 دول انت هتزود بيهم قيمه النوتس ريسيفبل ولا هتقللها؟ لا هزودها، لان انا عندي الكارينج فاليو ب 560 والفير فاليو ب 750، يبقى اذا انا هزودها عشان احولها من 560 ل 750. فانا اول حاجه هعملها هزود قيمه النوتس ريسيفبل ب 190,000. الحاجه الثانيه، بينك وبين نفسك ده مكسب ولا خساره؟ مكسب، لان الكمبياله كانت قيمتها بتساوي 560، النهارده وصلت ل 750، يبقى الحاجه اللي موجوده معايا قيمتها زادت فانا كسبت فيها 190. بس هل يا ترى الربح ده حقيقي؟ لا، الربح ده ربح غير حقيقي. ليه؟ لان الربح الحقيقي بيتحقق بعمليه البيع، لكن ده ربح حيازه. يعني ايه ربح حيازه؟ يعني معايا حاجه قيمتها زادت، فده بيزود عندي حاجه مهمه جدا اسمها الان ريلايزد جين. بيزود عندي حاجه مهمه جدا اسمها ايه؟ الان ريلايزد جين، زي ما احنا اتفقنا. يبقى انا كده لما اجي اعمل الجورنال انتري بتاعي هقول اول حاجه هزود النوتس ريسيفبل، النوتس ريسيفبل ده اسيت لما ازودها هتتسجل في الجانب الديبت. حاجه الثانيه هزود عندي ان ريلايزد جين زيها زي الريفينيو فبتتسجل عندي في الجانب الكريدت، يبقى الديبت 190 نوتس ريسيفبل والكريدت 190 unrealized holding gain، وقلنا unrealized ليه. السؤال اللي جاي بعد كده بيقول هنفترض ان احنا في عندنا شركه، الشركه محققه نت انكم ب 4000، جميل، ادي مقدار النت انكم اللي موجود عندنا، وقال الشركه دفعت الديفيدنس ب 500، وعندي زياده في اكونت ريسيفبل ب 1000، وعندي زياده في اكونتس بيبل ب 5، والشركه اشترت اكويبمنت ب 10، وعندي ديبريسيشن اكسبنس ب 2000، وعندي نوتس بيبل ب 20. بيقول لك كل الارقام دي موجوده بالريال، بيقول لي النت كاش فلو فروم اوبريشن يبقى بكام؟ طيب هو هنا يا جماعه باختصار شديد جدا عايزني احل السؤال ده على الكاش فلو ستيتمنت. وطبعا زي ما احنا عارفين احنا لما بنيجي نحدد الكاش فلوس بتاعتنا ولما بنيجي نحدد التدفقات النقديه بتاعتنا بنحددها من ثلاث انشطه رئيسيه. اول نشاط عندنا اللي هو نشاط الاوبريتنج، ثاني نشاط عندنا اللي هو نشاط الانفستنج، ثالث نشاط عندنا اللي هو نشاط مين؟ الفاينانس. الفكره هنا فين بقى يا جماعه؟ هو طالب مني ان انا اجيب له الكاش فلو منين؟ فروم اوبريشنز. يبقى انا هنا كل الداتا والبيانات اللي هو عطاها لي مش هستخدمها كلها، انا هستخدم الحاجات اللي لها علاقه بمين؟ بالاوبريشن. طب احنا لما كنا بنيجي نحدد الكاش فلو اللي جاي لي من الاوبريشن كنا بنجيبها ازاي؟ اول حاجه كنا بناخد قيمه النت انكم بتاع الشركه وبنعدله. طب كنا بنعدله ازاي؟ اول حاجه كنا بنضيف له النون كاش اكسبنسز زي الديبريسيشن، وكنا بنضيف له معدل الزياده في الكرنت ليابيليتي، وبنضيف له معدل النقص في الكرنت اسيت، وبنطرح منه معدل النقص في الكرنت ليابيليتي، وبنطرح منه معدل الزياده في الكرنت اسيت. وبالتالي انا قصتي كلها في السؤال ده ان انا اطلع الارقام اللي موجوده قدامي دي واشوفها موجوده فين. اول حاجه هو جايب نت انكم بكام؟ ب 4000 ريال، ادي 4000 ريال. هل انا عندي نون كاش اكسبنس؟ يعني هل انا عندي ديبريسيشن امورتايزيشن كلام من ده؟ انا عندي ديبريسيشن اكسبنس ب 2000، فانا هضيف كده عندي 2000. طب هل انا عندي زياده في كرنت ليابيليتي او نقص في كرنت ليابيليتي؟ تعالى كده نشوف مع بعض. بيقول لي هنا ان الاكونتس بيبل زادت ب 5، يبقى ده زياده في كرنت ليابيليتي، فانا هزود الاكونتس بيبل. انا عندي هنا زياده فين؟ في الاكونتس بيبل، يبقى الزياده في الاكونتس بيبل هعمل فيها ايه؟ هضيفها، فهضيف عندي كده كمان 5، تمام. بعد كده بيقول ايشو اوف نوتس بيبل. طبعا خدوا بالكم من حاجه مهمه جدا، انا كده اخدت الاربعه دول، دفع ديفيدنس، الديفيدنس يعني ملهاش علاقه بالاوبريتنج، الديفيدنس بتستخدم مع الفاينانسنج
تمام؟ increased in account receivable. الاكونت ريسيبل ده كرنت اسيت، الكرنت اسيت لما بيزيد بطرحه، فانا هطرح الزياده في الكرنت اسيت اللي هي ال1000. بعد كده accounts payable زياده في current liability خلاص خدناها وضفناها. بعد كده شراء الايكويبمنت، الايكويبمنت ده يا جماعه ده انفستنج، ده انفستنج انا ماليش دعوه بيه، انا بتكلم على الاوبريتنج. الديبريسيشن نون كاش اكسبنس اخدناه خلاص. ايشو اوف نوتس بيبل ده فاينانسنج انا برضو ماليش دعوه بيه. يبقى انا كده المفروض الارقام النهائيه اللي انا مش هاخدها ال 20000 وال 10000 لان واحد فيهم فاينانسنج والتاني انفستنج وكمان ال 500 بتوع مين؟ بتوع الديفيدنس. يبقى انا كده لما اجي احسب هقول ادي النت انكم 4000 زائد 2000 زائد 5 ناقص 1000، كل ده بيساوي عندنا كام؟ 10000. وهتبقى ديت هي عباره عن الكاش فلو منين؟ من الاوبريتور. السؤال ده انا عشان احله لازم اكون عارف كويس جدا، لازم اكون عارف كويس جدا ايه اللي اتكتب تحت الاوبريتنج وايه اللي اتكتب تحت الفاينانسنج وايه اللي اتكتب تحت الانفستنج. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول في عندي كي اس اي ديفلوبمنت كمباني، عندي شركه صناعيه سولد ا كورنر لوتس تو يو اي كمباني از ا ريستورنت سايت. تمام، الشركه دي اكسبتد ان اكسشينج اوف 5 ييرز نوتس هافينج ا ماتوريتي فاليو 45200. طبقا للكلام ده يبقى مين اللي بايع لمين؟ اللي بايع عندي شركه كي اس اي. تمام، الشركه دي بايعه ليو اي ريستورنت، بعت له ايه بقى؟ قطعه ارض عقار، وقال لي المفروض ان هي كانت تاخد الثمن بس ما خدتش الثمن، خدت مقابل الثمن كمبياله ب 45200. طيب قال ان الارض ديت اللي هي شركه كي اس اي باعتها كانت تكلفتها في الاصل 22000، ولكن في اليوم اللي هي كانت بتبيع فيه الارض كان الفير ماركت فاليو بتاعتها ب 40، وقال ان شركه كي اس اي بتستخدم نظام الفير فاليو، والكمبياله اللي هي خدتها لما جت تحسب سعرها النهارده البريزنت فاليو بتاعتها النهارده بتساوي كام؟ طلعت 30000. فبيقول لي في وجهه نظرك الليله دي فيها جين ولا لوس؟ بص يا جماعه، انا لما اجي احسب الجين او اللوس بناء على عمليه البيع في رقمين لازم احطهم قصاد عيني، الحاجه دي كانت مكلفاني كام؟ الكوست بتاعتها بتساوي كام؟ الحاجه الثانيه البرايس، الثمن اللي انا اخدته فيها كام؟ لو كان الثمن اللي انا بعته بيها اكبر من التكلفه يبقى في جين، لو كان الثمن اللي انا بعته بيها اقل من التكلفه يبقى في عندنا لوس. طيب تعال نشوف كده مع بعض، عندنا هي اللاند اللي انا بعتها دي كانت مكلفاني كام؟ قال لي كانت تكلفتها 22. طيب انا بعتها وخدت ايه؟ خدت كمبياله قيمتها بعد 5 سنين 45200، لكن قيمتها النهارده 30000. طب انا بقيم الجين او اللص بكره ولا النهارده؟ النهارده. يبقى انا هبني على الثمن والسعر اللي انا بايع بيه النهارده. طب الثمن والسعر اللي انا بايع بيه النهارده كام؟ 30. يبقى انا النهارده لما اجي احسب مقدار الجين او اللص هاخد التكلفه ناقص سعر البيع بتاعها النهارده. هي اي نعم قيمه الكمبياله 45200 بعد 5 سنين، لكن الرقم ده قيمته النهارده 30000. فلما اجي احسب الجين او اللص هقول 30 ناقص 22، هقول 30 ناقص 22 هيساوي عندي 8000. 8000 دول هم عباره عن المكسب اللي انا كسبته على قيمه الارض، وطبعا المكسب ده هيتسجل في الجانب الكريدت. بقول هنفترض كده في السؤال اللي بعده، يلا assume that the financial vice president، هنفترض ان احنا عندنا نائب المدير المالي of T furniture authorized a right of. حلو، بيقول ان المدير المالي ادانا تصريح وقال اعمل رايت اوف، هعمل عمليه شوب لمبلغ من الاكونت ريسيبل قيمته بتساوي 1000، وقال لي اون ذا بالانس اوف اكونت ريسيبل اوف 7000 اود باي اي كمباني. يبقى انا كده عندي دلوقتي في عميل، تمام، اسمه ايه، عالي لي الشركه كام؟ 7000. 7000 دول انا هشطب منهم وهشيل منهم كام؟ 1000. بيقول لي يبقى الجورنال انتري اللي احنا هنعمله لما نيجي نشطب بنعمل ايه؟ بص يا سيدي، انا دايما لما باجي اشطب فلوس من العميل ده معناه ان انا بزود رصيد العميل ولا بنقص رصيد العميل؟ لا، بنقص رصيد العميل. طب انا لما اجي انقص رصيد العميل بنقصه ازاي؟ رصيد العميل ده اكونت ريسيبل، ده اسيت، لما اجي انقصه هسجله في الجانب الكريدت. فانا اول حاجه هعملها هنقص الاكونت بتاع حساب الاكونت ريسيفبل بمقدار ال1000 اللي انا هشطبه. طيب والاكونت ريسيبل اسيت طبيعتها ديبت، فلما تقل تتسجل في الجانب الكريدت. الحاجه الثانيه، المبلغ ذات نفسه اللي هو ال1000 ده انا لما شطبته ده بالنسبه لي كشركه جين ولا لص؟ لص، لان لما يكون ليا فلوس عند عميل وتتاكل عليا وما اقدرش اجيبها يبقى انا كده خسرت. فالمفروض ان انا هاجي في الجانب الديبت وهسجل عندي خساره على المبلغ ده بمقدار كام؟ بمقدار 1000.
يبقى انا لما اجي اعمل جورنال انتري بتاعي هقول الجانب الديبت هسجل فيه خساره ب 1000 والجانب الكريت هيبقى حساب الاكونت ريسيفبل عندنا ب 1000 وطبعا الخساره اللي موجوده عندنا اللي هي حساب الباد ديت اكسبنس مصروف الديون المعدومه بمقدار ال 1000. طيب كده احنا خلصنا اسئله الام سي كيو. تعالى بقى كده ناخد انا وانت مع بعض اسئله الاسي ونشوف هنحلها مع بعض ازاي. وطبعا في اسئله الاسي هو بيكون جايب لي يعني مثال وعايزني ان انا اطبق عليه قايمه معينه او اطبق عليه يعني معادله معينه. اول سؤال موجود عندنا بيقول ان حساب الريتين ديرنينج لشركه اسمها اكس واي زد في 31/12 في ديسمبر 21 كان 165. طيب خد بالك كده ان الرصيد ده كان موجود عندي امتى؟ في نهايه السنه. وقال لي بيفور ايشوينج ذا ريبورت فور ذا يير قبل ما نطلع بقى الرصيد بتاع الريتين ديرنينج ده الشركه اكتشفت ان في 20000 اندر فاليو انفنتوري ذات اوفر ستيتد نت انكم في سنه 2020. يعني كان في خطا السنه اللي فاتت، الخطا بتاع السنه اللي فاتت ده كان مزود النت انكم بمقدار كام؟ بمقدار 20. فانا المفروض لما اجي السنه دي ابدا اعدل الخطا ده، وعشان ابدا اعدل الخطا ده بما ان هو كان مزود النت انكم السنه اللي فاتت فانا هطرحه من رصيد الريتين ديرنينج بتاع السنه دي عشان نعمل الاثر ده. بقول لي وات وود ذا ريتين ديرنينج لسنه 21 بعد ما نصح الخطا ده، تمام؟ بي هاير ان 2020 اند اوفر فاليو ديبريسيشن اماونت 5000 ويتش اندر ستيت نت انكم. وبرضه قال لي في عندنا هنا ديبريسيشن برضه كان اوفر فاليو بمقدار 5000. طيب بص يا شباب، هو هنا المثال باختصار شديد جايب لي جايب لي البالانس بتاع الريتين ديرنينج بمقدار 165000 قبل ما اعمل ادجستمنت. طيب انا المفروض هاخد الرصيد ده وابدا اعمل له ادجستمنت. طب انا هعمل له ادجستمنت بايه؟ بالبيريور بيريود ادجستمنت، بالاخطاء اللي كانت حصلت السنه اللي فاتت. طب انا عندي دلوقتي غلطين، الخطا الاول ان كان في عندنا غلطه في الانفنتوري بمقدار 20000 كانت عامله اوفر ستيتمنت في النت انكم، فانا المفروض لما اجي اعدل السنه دي هشيل ال 20000. الخطا الثاني ان السنه اللي فاتت كان عندنا الديبريسيشن قيمته زايده، تمام؟ طب لما الديبريسيشن بتاع السنه اللي فاتت تبقى قيمته زايده ده هيخلي النت انكم بتاع السنه اللي فاتت يكون اندر ستيتد بمقدار كام؟ بمقدار 5. فانا المفروض لما اجي اصحح الخطا بتاع السنه اللي فاتت، خطا السنه اللي فاتت كان منقص النت انكم، فلما اجي اعدله السنه دي هزود النت انكم ويبقى كده البالانس الجديد بتاعتي بعد الادجستمنت هقول 165 ناقص 20 زائد 5، يعني هيطلع البالانس عندي ب 150 بعد ما عملت ادجستمنت وبعد ما عملت عمليه التسويه. طيب السؤال اللي جاي بعد كده بيقول ام كامباني عملت كارد لشركه اسمها ان، مين اللي عمل كارد لمين؟ ام ادى كارد لان واخد منه كمبياله مدتها 3 سنين قيمتها 15000. 15000 دول هي عباره عن القيمه اللي انا هحصل عليها بعد كام سنه؟ بعد 3 سنين. نوت بيرنج انترست وطبعا عليها فايده بمعدل 10% سنويا. وقال ان الماركت ريت اوف ذا انترست فور ذا نوت بيقول لي ان معدل الفايده بتاع الماركت ريت معدل الفايده بتاع النوت دي كان عامل 12%. طيب ما انا كده عندي اثنين معدلات فايده، عند 10% وعند 12%. ال 10% ده يا جماعه هي عباره عن سعر الفايده اللي انا هتحاسب عليه، ده اللي هو بنسميه عندنا الستيتد ريت او الكونتراكشوال ريت، وده معدل الفايده اللي انا هحسب عليه الفايده كل سنه. لكن ال 12% ده سعر الفايده بتاع السوق، ده معدل الفايده اللي انا هستخدمه عشان اعمل ايه؟ ديسكاونتنج. ده معدل الفايده اللي انا هستخدمه عشان اعمل ديسكاونتنج او اعمل خصم بمعنى اصح. طيب بدا يدينا بعد كده معلومات اضافيه، بيقول ان البريزنت فاليو للفايده عند 12% بتساوي 2.414، وقال ان البريزنت فاليو للمبلغ عند معدل فايده 12% بيساوي 0.71178. طبعا نخلي بالنا من نقطه مهمه جدا، نخلي بالنا من نقطه مهمه جدا، ان انا بستخدم الاثنين دول اسمهم البريزنت فاليو فاكتور عشان اجيب البريزنت فاليو القيمه الحاليه للفايده اللي هتدفع على مدار الثلاث سنين والمبلغ اللي انا هقبضه بعد الثلاث سنين. بيقول لي هنا عايزين انك تعمل لنا الجورنال انتري ذات ام كامباني ويد ريكورد ان ذا ريسيت اوف ذا نوت اند ذا ريسيت اوف ذا انترست ريفينيو ان ذا نوتس بريزنت ات ا بريزنت فاليو.
فبقول احنا عايزين نعمل جورنال انتري اللي الشركه هتعمله اول ما استلمت الكمبياله، وكمان عندنا ريسيت اوف انترست ريفينيو اون ذا نوت ات بريزنت فاليو بالقيمه الحاليه بتاعتها. هنا بقى يا جماعه عشان احل لازم احدد كويس جدا هو طالب مني ايه. هو هنا طالب مني ان انا اعمل جورنال انتري لحاجتين. اول حاجه لقيمه النوتس ريسيفبل اللي انا استلمتها. طب انا اخدت كمبياله مقدارها بيساوي كام؟ 15. طب سؤال مهم جدا، ايه هو الجورنال انتري اللي انا هعمله لما استلم كمبياله ب 15 عن مبلغ انا سلفته لك؟ في الحاله ديت انا بعمل الجورنال انتري بتاعي بقول الاتي، انا سلفتك 15000، يبقى كده الكاش بتاعي هيزيد ولا هيقل؟ هيقل. الكاش ده اسد طبيعته ديبت، لما يقل يتسجل كريدت. فانا اول حاجه هعملها هقلل قيمه الكاش في الجانب الكريدت، وفي نفس الوقت انا اخدت منك كمبياله اثبت بها حقي. ما هي النوتس ريسيفبل دي بالنسبه لي ايه؟ اسد. فانا هزود حساب النوتس ريسيفبل في الجانب الديبت بمقدار 15، ويبقى الانتري ده هو اول جورنال انتري انا عملته علشان اثبت قيمه الكاش والمبالغ النقديه اللي انا دفعتها واكردتها. المفروض انا النهارده اعطي لك قرض بكام؟ ب 15000. المفروض ال 15000 دول انا استلم عليهم فايده انترست لمده كام سنه؟ لمده 3 سنين. هو طالب مني اعمل جورنال انتري على الفايده اللي انا هستلمها لمده 3 سنين. طيب انا اول حاجه يا جماعه لازم اعملها لازم اسال نفسي، هي الفايده ديت بتاعه الثلاث سنين كلها مقدارها كام؟ انا عشان اجيب مقدار الانترست ريفينيو بتاع الثلاث سنين، ركز كده معايا، بجيب الفرق بين حاجتين، بجيب الفرق بين قيمه النوتس ريسيفبل وبطرح منها مجموع حاجتين، البريزنت فاليو للبرنسبال المبلغ ذات نفسه اللي هم ال 15000 زائد البريزنت فاليو للانترست اللي هي الفايده. يبقى انا عشان احدد الفايده بتاعه الثلاث سنين كلها، الانترست ريفينيو بتاع الثلاث سنين كلها، باخد قيمه الكمبياله ذات نفسها اللي هي النوتس ريسيفبل ومطرح منها البريزنت فاليو بتاعه البرنسبال زائد البريزنت فاليو بتاعه مين؟ بتاعه الانترست او بتاعه الفايده بمعنى اصح. كلام جميل. طيب تعالى كده معايا نشوف قيمه الكمبياله. الكمبياله قيمتها كام؟ 15. تمام، ناقص البريزنت فاليو بتاعه مين؟ بتاعه البرنسبال. طيب انا عشان اجيب البريزنت فاليو بتاعه البرنسبال بعمل ايه؟ باخد قيمه الكمبياله اللي هي ال 15000 وبضربها في البريزنت فاليو فاكتور. طب البريزنت فاليو فاكتور ده عطه له اهو، قال لي ان البريزنت فاليو فاكتور بتاع البرنسبال عند معدل فايده 12% بيساوي 0.71178. يبقى انا هنا لما اجي اجيب البريزنت فاليو بتاع البرنسبال هقول 15000 في القيمه دي. طيب لو انا ضربت ال 15000 في الفاكتور ده، ادي الاله الحاسبه بتاعتي اهو، 15000 في 7.1178 هيطلع عندي ان القيمه دي بتساوي كام؟ ها 10676.7. جميل. طيب زائد ايه؟ قال لي زائد قيمه البريزنت فاليو بتاعه الانترست او الفايده. طيب انا عشان اجيب البريزنت فاليو بتاعه الانترست او الفايده، انا هاخد قيمه الفايده واضربها في البريزنت فاليو فاكتور بتاعها. طيب هو البريزنت فاليو فاكتور بتاعها موجود ولا مش موجود؟ موجود، قايل ان البريزنت فاليو فاكتور اهو بتاع الانترست 2.40138، 2.40183. ده قيمه مين؟ البريزنت فاليو فاكتور. هضربها في قيمه مين؟ الانترست بيد. طيب هو الانترست بيد ده بقى يا جماعه عندي بكام؟ ما اعرفش، بس هي لها قانون هو مش جايبها في المساله، فانا اللي هجيب قيمه الانترست بيد. طب هجيبها ازاي؟ باخد قيمه البرنسبال بضربه عندي في معدل الفايده واضربه عندي في سنه. انا عندي البرنسبال كله كام؟ 15، ومعدل الفايده اللي احنا متفقين عليها كام؟ 10% في سنه، لان انا هنا بجيب الفايده ايه؟ السنويه. يطلع عندي بيساوي 1000 ونص، يبقى كده 15000 في 10% تساوي 1000 ونص. هاخد ال 1000 ونص ده واضربه في 2.40183، لما اضرب القيمتين دول كده في بعض على الاله الحاسبه بتاعتي ادي 1500، تمام،
في 2.40183 هيطلع عندي بيساوي 3602.7545. حلو الكلام؟ طيب هاجي بعد كده اعمل ايه بقى؟ هجيب مجموع البريزنت فاليو بتاعت البرنسبال واجمعها على البريزنت فاليو بتاعت الانترست، يبقى هقول 10676 زائد 3602، فانا هجمع الرقمين دول مع بعض. تمام؟ تمام. هيطلع يا سيدي بيساوي 14279.445. يبقى اذا قيمه الكمبياله كلها 15000، لكن البريزنت فاليو بتاعه المبلغ والفايده اللي هتدفع عليه 14279. يبقى لما نطرح الرقمين دول من بعض يطلع عندي ان قيمه الفايده بتساوي بتاعه الثلاث سنين كلها الانترست ريفينيو بالفعل 720.555، ودي القيمه اللي هي عباره عن الفرق بين مجموع الاثنين دول وال15000. طيب عايز اعمل بقى الجورنال انتري بتاعي، هعمل الجورنال انتري بتاعي ازاي؟ دايما لما اجي اعمل اكرود انتري للفايده بقول ايه؟ بقول ديبت انترست ريسيفابل، لان انا لسه ما استلمتهاش، لسه استلمها على مدار الثلاث سنين، فهقول انترست ريسيفابل بال720، وطبعا هسجل الفايده كريفينيو بالنسبه لي، وهقول برضو انترست ريفينيو بقيمه ال720. تمام كده يا شباب؟ ده كده بالنسبه لاجابه السؤال الاسئله الاولاني او الثاني، هو سؤال رخم شويه. السؤال الثالث اللي موجود عندنا بيقول لي قول لي ايه هي الخصائص الوصفيه للاكاونتنج انفورميشن. السؤال ده متعلق بشابتر 1 او شابتر 2. طبعا الخصائص الوصفيه للمعلومات المحاسبيه دي لازم تكون المعلومات المحاسبيه معلومات ريليبل، معلومات موثوق فيها او ملائمه لاتخاذ القرار، اقدر ان انا اعتمد عليها في اتخاذ القرار. لازم تكون المعلومات ديت معلومات ريليبل، يعني معلومات موثوق فيها، تكون معلومات حقيقيه غير مزوره، ولازم تكون المعلومات دي معلومات ريليفانت ملائمه ومناسبه لاتخاذ القرار بتاعي. وبرضه لازم تكون المعلومه دي معلومه ايه؟ كومبارابول، معلومه قابله للمقارنه. ده كده حل الجزء الاول من امتحان الميد تير. لسه لنا نموذج امتحان تاني ان شاء الله باذن الله هنحله مع بعض في فيديو تاني. لو حضرتك عاوز تتابع اكتر عن حل الامتحانات وعاوز تعرف اكتر الجزء المتعلق بشرح المنهج والتطبيق عليه والريفيو بتاعته وحل نماذج الميد تيرم، تقدر تتابع على باسط اكاديمي. شكرا لحضراتكم ونشوفكم دايما على خير ان شاء الله.